مصر جاية غنية قوية، مصر مش حزينة، مصر هنية. خلونا نستعرض مع بعض النهاردة بعض الأخبار، ولكن الأول اسمحوا لي هناخد مداخلة معنا الأستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المرورية بالإذاعة المصرية. أهلا بيك أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ عبير. صباح النور. أهلا بيك، يوم طيب لحضرتك، يوم طيب للسادة المشاهدين. صباح النور. أنا حابة أطمن عن الحالة المرورية النهاردة، وخصوصا إن احنا بعد توقيت، بعد ميعاد الحظر ما بيتفك، بتبدأ الشوارع تزدحم جدا. يمكن احنا طبعا في البداية برضو احنا حابين نطمنك ونطمن السادة المشاهدين طبعا عن الحركة المرورية الآن ومعدلات السير بصفة عامة، يمكن اللي بتتجاوز الآن منذ أن بدأت فترة الذروة الصباحية ومستمرة معنا حتى هذه اللحظة، بتتجاوز معدلات السير ما بين 65 ل 70% من كافة محافظات الوجه البحري، وتحديدا محافظة الإسكندرية. يمكن بتقابلنا بعض الأحجام المعتادة معانا في محور طريق أبو قير، أحجام متفرقة، وأيضا محور قناة السويس المتجه لكوبري محرم بيك ومتجه للطريق الصحراوي. أما بالنسبة للطرق السريعة والساحلية المؤدية لمحافظات الوجه البحري، يمكن ما زال حتى الآن الحركة المرورية فيها مرضية تماما. محافظات الوجه القبلي والطرق المؤدية إليها أيضا بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. هنتجه مع حضراتكم بالحركة المرورية الآن أعلى قطاعات الطرق الدائرية المؤدية المداخل ومخارج القاهرة والجيزة والقليوبية. يمكن بتقابلنا النهاردة بعض الأحجام أعلى الدائري القادم من المريوطية ومتجه لمناطق المنيب، وتحديدا بتنحصر الكثافات أعلى منطقة الكنيسة نتيجة إن في أعمال توسعة للطريق الدائري في هذه المنطقة، وبالتالي بيبقى ليها بعض التأثير معانا خلال فترة الذروة الصباحية. أما بالنسبة لباقي قطاعات الطرق الدائرية، يمكن ما زال حتى الآن بعض الأحجام اللي بتقابلنا ما قبل مدخل نفق السلام، ويمكن ده معتاد معانا محور 26 يوليو. حابين نذكر السادة المستمعين عندنا منطقة أعمال ما قبل نفق الأمن المركزي، وخاصة بيبقى ليها بعض التأثير معانا في فترة الذروة الصباحية في الاتجاه القادم من ميدان لبنان ومتجه لمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. بيفضل سلوك محور رود الفرج في هذا التوقيت اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. اما بالنسبه للمحاور الداخليه في محافظه الجيزه، كافه المحاور فيها النهارده بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي، وسط انتشار الخدمات المروريه من قبل الاداره العامه لمرور الجيزه برئاسه اللواء محمود عبد الرازق مدير الاداره العامه لمرور الجيزه، المحاور الداخليه النهارده في محافظه القاهره يمكن ما زال حتى الان بتعمل بشكل مرضي، عدا اعلى كوبري الحدايق اللي جاي من مناطق سكة الوايلي دلوقتي والزاوية الحمراء ومتجه لمناطق الفنجري، بتقابلنا بعض الأحجام فيه. بيفضل سلوك المسطح الأرضي شارع مصر والسودان اللي بيعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. أما بالنسبة لمحور النصر، عندنا منطقة أعمال إنشاء كوبريين، أولا الكوبري الأولاني في منطقة شارع يوسف عباس والكوبري الثاني في منطقة الطيران، وبالتالي بيبقى ليها بعض التأثير معانا للي جاي من مناطق النادي الاهلي دلوقتي ومتجه به ميدان الشهيد هشام بركات. بيفضل سلوك ذاكر حسين او شارع مصطفى النحاس اللي بيعمل بشكل جيد وشكل طبيعي. بالنسبه للكباري اللي بتنقل الحركه المريه ما بين القاهره والجيزه، ممكن نستخدمها النهارده استخدام جيد. هنبعد عن كوبري اكتوبر، هيفضل سلوك كوبري الجلاء، كوبري الجامعه، كوبري عباس، كوبري 15 مايو، كوبري الساحل، والعكس ايضا اللي خارج من مناطق الجيزه يستخدم ايضا هذه الكباري ومتجه للقاهره، كورنيش النيل. هتقابلنا بعض الاحجام اللي جاي من مناطق معهد ناصر ومتجه لمناطق الساحل ومزبيرو، هيفضل سلوك شارع شبرا هيكون افضل حالا. عدا ذلك الحركه المريه مرضيه على كافه المحاور عدا الاماكن اللي ذكرناها للساده المستمعين، الساده المشاهدين. استاذ محمد، برغم ان في اجازات في المدارس والجامعات، بس في برضه تكتل وزحام مروري في بعض الاماكن بعيد عن الاماكن اللي فيها اعمال. هو برضه بالفعل برضه يا استاذ عبير، احنا برضه حابين ننوه ان برضه زي ما انت تفضلتي واشرتي، احنا عندنا في فتره ذروه صباحيه يمكن بعد منطقه انتهاء الحظر تحديدا واوقات الحظر بتبتدي معانا فتره الذروه الصباحيه، بتمتد معانا دي يمكن لسه مستمره معانا وممكن مستمره معانا لمده ساعه تاني، وبالتالي بتبقى فتره الذروه الصباحيه معانا مرتفع فيها الاحجام المريه نسبيا على عدد من المحاور. ويمكن برضه احنا حابين برضه نطمنك ونطمن الساده المشاهدين في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه
بالمرور بالتنسيق مع ادارات المرور المختلفه على مستوى الجمهوريه لتصفيه الكثافات خلال فتره الذروه الصباحيه. طب استاذ محمد انا عايز اعرف مدى التزام الناس بالحظر. لا انا عايز اقول لحضرتك في استجابه ووعي جامد جدا وثقافه من الساده المواطنين وفي استجابتهم للحظر وخاصه طبعا اثناء عودتهم، وده يمكن احنا طبعا ده بنحس بيه كلنا وكل الناس الساده المواطنين بيبقوا عارفين الكلام ده كويس جدا، في التزام وفي استجابه من الساده المواطنين اثناء العوده وخاصه ان دي بتبقى فتره ذروه مسائيه. يمكن عايز اقول لك برضه يا استاذ عبير يمكن عندنا خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور بالتنسيق ايضا مع الادارات العامه للمرور، دي هذه الخطه هو استيعاب اكبر قدر حركه من السيارات ما قبل بدء الحظر وتحديدا ما قبل الساعه 7 مساء حتى يتم عوده الساده المواطنين لمنازلهم امنين ان شاء الله. يمكن عايز برضو نطمنهم ونطمن الساده المستمعين والساده المشاهدين ان احنا برضو عمليه ان وزاره الداخليه دايما بتهيب الساده المواطنين عدم الانسياق وراء الاشاعات، وايضا بتهيب الساده المواطنين ان استخدام الطرق ويكون نكون عاملين وقت محدد في قائد المركبات بمختلف انواعها مراعاه زمن الرحله لعوده من العوده الى منازلهم وعبور الطرق والمحاور الرئيسيه والسريعه قبل بدء توقيتات الحظر بتوقيت كافي، مما ذلك بيحقق ايضا سلامتهم وحمايتهم من مخاطر حوادث الطرق وايضا بيعفيهم ايضا من تجنب عمليه الحظر. في نهايه لقائي بشكرك استاذ محمد صابر محرر الشؤون المروريه بالاذاعه المصريه. معانا الدكتور علي قطب خبير الأرصاد الجوية. ألو ألو دكتور علي صباح الخير. صباح النور يا أستاذ علي. صباح الخير. عايزين نطمن من حضرتك على حالة الجو والمناخ في ظل الأيام اللي احنا فيها. يعني خلينا نقول احنا في فترة تقلبات جوية ولكن مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة. بالامس ارتفعت درجه الحراره وسجلت 30 درجه على القاهره العاصمه، ودي اعلى من معدلها الطبيعي بحوالي 3 درجات. وجميعا شعرنا بحراره الجو اثناء فترات الظهيره، ويمكن استمر الطقس دوت مائل للدفء ودافئ خلال الساعات الاولى من الليل، لكن في فترات الفجر تحديدا الساعه ما بين 12 لغايه الساعه 3 حدث نشاط للرياح المضربه، وده نتيجه للرياح الجنوبيه كان المنخفض يعدي بسرعه جامده جدا. احنا ما زلنا بنتاثر بهذه الكتل المرتفعه في درجات الحراره والقادمه من مناطق جنوبيه وكتل هوائيه ساخنه. متوقع الحراره اليوم لا تقل عن 30 درجه مئويه، يعني حول 30 ل 31 درجه في معظم محافظات شمال الجمهوريه حتى جنوب القاهره، بترتفع اكثر في صعيد مصر تصل الى 36 درجه في الاقصر واسوان، وده طقس يعتبر حار بالنسبه لهذا الوقت من العام. مع الرياح الجنوبيه دي بيبقى في جفاف احيانا في الكتله الهوائيه لانها جايه من مناطق صحراويه. ولكن بياتي معاها تيار من الهواء النفاس في طبقات الجو العليا بيعمل كتله سحابيه قادمه برضو من الصحراء الافريقيه من النوع هذه السحب المتوسط والعالي واللي بتحجب اشعه الشمس قليلا لكن بتسمح بنفاذ الاشعه الحراريه للشمس. وبالتالي ده اللي بيؤدي لارتفاع درجه الحراره ومتوقع ليها. تغير بقى مصدر الهواء اليوم عن الغد هيؤدي لانخفاض غدا 5 درجات عن اليوم. يعني درجه الحراره من ابتداء من غدا هتبدا تنخفض تاني 5 درجات. مش هتنخفض بشكل مستمر. هو دلوقتي بنقول ايه؟ النهارده حر، بكره معتدل، بعده درجه الحراره تقل، بعده تزيد. نتيجة لتنوع مصادر الهواء، احنا حضرتك الموقع الجغرافي لجمهورية مصر العربية يقع في تنوعات من المناخ مختلفة، لو جت الكتلة الهوائية من الجنوب بيبقى طقس حار، لو جت من الغرب يبقى طقس حار ومع أتربة، لو جت من الشمال يعني من أوروبا يبقى طقس منخفض الحرارة نسبياً ومعتدل، لو كانت أوروبا باردة جداً هنلاقي في برودة، لو كان جاي من الصحراء يعني التنوع ده على الكتلة السحابية الهوائية على سطح الأرض. اما في طبقات الجو العليا فوق بعيد قوي ما مش هنتكلم فيه لانه ده موضوع كبير تاني. فاحنا بالفعل هتتغير مصدر الهواء بكره اللي هو الاربعاء من رياح جنوبيه الى رياح شماليه، وبالتالي ده اللي هيؤدي الى انخفاض درجه حراره 5 درجات عن اليوم.
هل هتستمر بقى خمس ست ايام؟ لا، وارد تبقى رياح شماليه شرقيه، وارد تبقى رياح شرقيه بس. فده المتوقع انها تنخفض تبقى 25 بكره الحراره العظمى، بعد بكره تبقى 26، ترجع 28 29 ترجع 30. يعني هو الفتره دي اللي هي بتتقلب فيها الاحوال الجويه، يعني هي ما بين انخفاض وارتفاع بالظبط كده. وعشان كده احنا ما نخففش الملابس اثناء فترات الليل تحديدا. ممكن عاوزين نخفف اثناء النهار، وارد لما الحراره ترتفع. طب لو الحراره انخفضت نلبس تقيل. يعني لازم نتمشى مع الاحوال المناخيه اللي موجوده. كمان في ارتفاع في حركه الامواج في البحر نتيجه للرياح النشطه اللي هتبقى متربه في المناطق المفتوحه وهتبقى مؤديه لارتفاع الموج في البحر. في هذه الرياح اللي هتبقى موجوده المتربه دي بتحد كميه التراب داخل المباني السكنيه، لكنها على الطرق الصحراويه بتبقى زياده شويه. عاوز اقول ان مش كل ما يكتب على السوشيال ميديا فيه مصداقيه. بيبقى احيانا في تجاوزات، واحيانا في حاجات مفبركه، واحيانا في اشاعات. فاحنا لازم ناخد المعلومه من مصدرها الاساسي حتى تكون فيها المصداقيه، وحتى تبقى المصداقيه دي تصل لكافه المواطنين والناس بصفه عامه. وده طبعا من خلال قناتكم المحترمه. شكرا ليك دكتور علي قطب، خبير الارصاد الجويه. دكتور علي قال جزء مهم جدا جدا، ناخد الخبر من مصدره الرئيسي مش من السوشيال ميديا، لان احيانا حد بيحط خبر وممكن يكون حد كاتبه بيهزر او كاتبه مش متاكد منه، وبيبدا يتعمل شير للخبر في اكتر من مكان واكتر من صفحه، والناس بتاخده على انه خلاص هو ده الحقيقه وهو ده الصح. ابعدوا عن الاشاعات، وابعدوا عن انك تاخد الخبر من مكان غير السوشيال ميديا. هنروح لرحله سريعه جدا، معانا مجموعه من الاخبار. السيسي يوجه بتوفير السلع الغذائية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتنمية المحلية والداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. تناول الاجتماع متابعة الموقف الخاص بالسلع التموينية والمواد الغذائية الأولية في الأسواق المحلية. ووجه الأجهزة المعنية بتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها وتشديد الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية. معنا اتصال الأستاذ حسن أبو خزيم، مسؤول ملف مجلس الوزراء بروزال يوسف. معنا تعليق عن الخبر. أهلا بك يا أستاذ حسن. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على الساده المشاهدين. صباح النور. الخبر معانا بيقول ان الرئيس بيوجه بتوفير السلع وتعزيز الاحتياط الاستراتيجي. حضرتك تعليقك ايه عن الخبر؟ تفضلتي، هناك اهتمام كبير من الدوله المصريه بتوفير المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائيه، ومتابعه طبعا الموقف الخاص بالنسبه للسلع التموينيه والمواد الغذائيه اللي هي الموجوده طبعا في الاسواق. وده تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه والوزارات المعنيه بضبط مثل هذه الاسواق، وان تكون هناك حملات رقابيه. الحمد لله لدينا مخزون استراتيجي من السلع الغذائيه في بعض السلع، يمكن بيكفي حوالي 29 شهر، وده يعني اهتمام كبير من الدوله المصريه. وحركه الطيران بالنسبه للبضائع بتعمل على مدار الساعه بالنسبه لتوفير كل المتطلبات من للدوله المصريه للشعب المصري. ولكن هي دعوه من خلال هذا البرنامج المحترم قناه مصر الزراعيه للمواطنين كافه، ما في بلاش التكالب على السلع الغذائيه. السلع الغذائيه موجوده في كافه الاسواق، موجوده في المجمعات الاستهلاكيه، موجوده لدى منافذ امان ومنافذ القوات المسلحه سواء الثابته والمتحركه، وبتعمل على مدار الساعه. والمواطن المصري طبعا موجوده طبعا لدى يعني منافذ وزاره التموين ووزاره الزراعه، وده يعني تكليف واضح من الدوله المصريه والقياده السياسيه بتوفير مثل هذه السلع الغذائيه. ولكن كان هناك تكليف واضح من القياده السياسيه للحكومه والاجهزه المعنيه في هذا الامر، هو ضبط الاسواق وتشديد الرقابه على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الاحتكارية. احنا عارفين يمكن بعض التجار، ما بنقولش كل التجار، احيانا ساعة الازمات ساعة الكوارث بيستغلوا يعني للاسف المواطن. ولذلك جاء هذا الاجتماع ليؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري، وان تكون هناك حملات رقابية على مدار الساعة.
كذلك كان تكليف واضح من السيد الرئيس لجهاز يمكن حماية المستهلك، وهو ضمان توفير مختلف السلع للمواطنين، وخاصة ونحن طبعا بنقترب مع حلول شهر رمضان خلال الأسابيع المقبلة. كل هذه التكليفات تم يعني خلال اجتماع السيد الرئيس، والحكومة طبعا يعني بتنفذ مثل هذه التكليفات. وحتى في اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد يعني يوم الخميس الماضي بالفيديو كونفرنس بين رئيس مجلس الوزراء والسادة المحافظين، كان هناك تكليف واضح بالنسبة لتوفير السلع الغذائية واستمرار الحملات التموينية بالنسبة لكل الأسواق وما لذلك، حتى لا يكون هناك استغلال من بعض التجار للمواطنين. في نهاية لقائي بشكر جدا حضرتك يا فندم. الخبر الثاني معانا بيقول الزراعة تعلن السيطرة على الحمى القلاعية مع عدم تسجيل حالة واحدة بالشتاء. تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية لأول مرة في مصر بعد انتهاء فصل الشتاء، والذي يعتبر موسم لانتشار كثير من الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية والداجنة. وأكد رئيس الخدمات البيطرية أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بالسيطرة على الأمراض الوبائية وعلى رأسها مرض الحمى القلاعية من خلال تكثيف أعمال التحصين وفقا لبرنامج الحملات القومية. ومعنا الخبر الأخير بيقول الداخلية تنتفض ضد المحتكرين وتضبط أطنان من السلع حجبها التجار عن السوق. تبذل وزارة الداخلية جهودا كبيرة للتصدي لجرائم احتكار السلع الغذائية ورفع أسعار على المواطنين بناء على توجيهات حاسمة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في هذا الصدد. وكانت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن واصلت اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاههم. بكده تكون الأخبار اللي معانا النهاردة خلصت. لسه مكملين معاكم، ومعانا النهاردة فقرتين مهمين جدا هنتكلم فيها عن تقويض. الفقرة الأولى هنتكلم فيها عن تقويض جهاز المناعة، إزاي نتكلم عن التغذية العلاجية لكل الأمراض المزمنة وإزاي نستفيد بده في فترة الكورونا. الفقرة الثانية هنكون معانا فيها خبير الأعشاب وهنتكلم فيها عن المشروبات المفيدة لرفع جهاز المناعة والمشروبات اللي ممكن تعالج دور البرد البسيط وإزاي أقدر أفرق بين دور البرد وبين الكورونا.